مرحبا بكم بنات اليوم قدم لكم فيديو جديد في قناه مالك زيك في العاده. الا كنتي اول مره غتشوفي القناه ديالي ما عليك الا ديري سبسكرايب او لايك او كومونتير من بعد ما تشوفي هذا الفيديو هذا كامل، ما تنسيش انك تكملي الفيديو من الاول حتى الاخر. اليوم الفيديو غيكون استثنائي. كيفاش استثنائي؟ اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد العرض اللي عجبني بزاف وحاولت لأول مرة كنستغل هذا العرض هذا. دائما كما شفتوا في العنوان انني استغليت العروض ديال بيم، ديما كنشوف لي بروموسيون اللي كيديروا بيم حكم مابونيا في الباج ديال بيم. ديما كنشوف لي بروموسيون اللي كيتحطوا، يقول لك مثلا نهار 20 غادي يكون هذا الاوفر، نهار 22 غيكون هذا الاوفر، نهار 6 غيكون هذا الاوفر. ديما وديما كنصبح ناعسه اولا كنصبح ناسيه حتى كيدوز هذاك العرض عاد انا كنتفكر، اولا حتى كنشوف البنات في لي جروب كيبارطاجيو خدينا هذه خدينا هذه خدينا هذه انا راني نسيت هذا الشيء. هاد المره حاولت ما غاديش نفلت هذا العرض وتسنيتو مده 3 ايام. كل نهار كنقول واش وصل غد النهار، واش وصل ولا ما وصلش، كل نهار كنتاكد من لادات واش هي هذيك ولا لا. كنت محظوظه انني لقيت داكشي اللي بغيت كامل خديته، داكشي اللي بغيت كامل خديته. مهم ما نطولش عليكم، بغيتو تعرفوا شنو خديت خليكم معايا. اول حاجه غادي نبارطاجي معكم هي هادي هادي بواطه انا نوريها لكم. هادي كدار فيها سميتو القطن اللي كيكون مدور زوينين زوين. هاد لي زارتيكل هادو كتحطوهم ديكور فوق الكوافوز عندكم وفي نفس الوقت كتحطو فيهم اغراض ديالكم. هاد لارتيكل هذا كيف كتشوفوا راه مفتوح من هنايا، كتحط فيه القطن، كتحط فيه القطن كيف ما كتشري كتحطي طران صافي، كيجيك ساهل انك تاخدي القطن اللي بغيتي. كي هنا كتحطي داك القطن اللي مدور ماشي القطن العادي، والستيل ديالها زوين، هي راه بلاستيك كيف كتسمعوا، والستيل ديالها زوين كيبان بحال الجاج. هادي انا معقلتش على لي بري، غادي نكتب لكم لي بري هنايا ديال كل ارتيك بشحال خديتو. اثمنه خيالي، اثمنه صراحه. كنشوف لي سيت، كنشوف مثلا كنمشي لواحد السوق ولا شي حاجه بحال هكا، كيبانوا ليا لي زارتيكل ولكن كنلقاهم سامبل، ما كنلقاش هاد الديكور هذا كيف كتشوفوا هنا. هذا راه ديكور زوين، شوف فيه بحال مربعات بحال هكا كيف كتسمعوا. الديكور ديالو زوين بزاف، كيبان بحال الدجاج، راه ما تقولوش ما تفرقوش بين الدجاج وبينه الا ما قصتيش. هذا اول ارتيكل خديتو، الثمن ديالهم راه رخيص بزاف بزاف. انا صراحه كنت بغيت ناخذ غير واحد جوج تصدقت واخد هادشي كامل صراحه. هاد المره داروا لي بروموسيون لي زوينين وفي نفس الوقت سهلي انك تاخدي هادو كاملين. وهادشي اللي خديت تقريبا كيجي اونصومبل، كاين هادي وكاينه هاد البواطه هادي اللي فيها ثلاثه ديال لي زارتيكل. انا نوريكم كل وحده علاش كتليق وشنو كديري فيها مثلا، وعاوتاني انت من اختيارك تقدري ديري فيها اي حاجه بغيتي. اول حاجه كاينه هادي، هادي كيف كتشوفوا معايا راه فيها بحال هكا، نقدر نهزها من الوسط، راه فيها ثلاثه الخويات، هنا جوج خويات صغار وهنا خويه كبيره وقاصحه قاصحه قاصحه، وكتبان جاج ما كتبانش بلاستيك، يعني اللي شافها ما يقولش انها بلاستيك، بلاستيك ديالها قاصح. هادي تقدري تحطي فيها مثلا مثلا لي كرايون اللي عندك طوال اولا لي روج اليفغ اللي ولاو دابا على شكل قلم، تقدر عندك كثر تحطيهم. لي ماسكارا ديالك تقدري تحطيها هنايا. كاين هاد الارتيكل هذا، ها هو فيه الغلاقه ديالو على الشكل هذا خاوي من هنا. اما كيما شفتوا انا راه تشنتو درت فيه هاد لي ستيكات هادو، حتى هو راه قاصح وصراحه كيبانوا زوينين 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 بزاف فاش كتحطيهم فوق الكوافوز عندك، كيبانوا زوينين كيعطيو واحد الديكور زوين فوق الكوافوز او على هاد الشكل هذا. كاين واحد اخر حتى هو الفرق بيناتهم، هذا فيه هاد الخويات وهاد الثاني فيه هاد الغلاقه، والثالث ما فيه والو. انا غير خشيت في هاد لي روج اليفغ نورمالمون ماشي ديال هاد البلاصه،
انا نوريكم لي روج على فين غادي نديرها. خاوي كما كتشوفوا من هنا راه خاوي وفي نفس الوقت راه قاصح. دابا نوريه لكم. المهم بالنسبه لهادو حتى هما غادي نخلي لكم البري ديالهم هنا باش خديتهم انا في البرومو، ماشي باش نورمالمون الثمن ديالهم الحقيقي ما عرفتش، مي اون برومو راه ثمن زوين. ثاني حاجه خديت اولا ثالث حاجه خديت هي هادي ديال كونتونتيج، حتى هي الشكل ديالها راه بحال هذا، راه تقولوا اونصومبل ديالو راه فيها حتى هي داك هكا، كتحطي كونتونتيج هنايا وتيبدا يخرج لك من هنايا شحال بغيتي ديالك شحال بغيتي تجري اللي بغيتي. الستيل ديالها حتى هي زوين وكتبان انها جاج، راه هادو باش اللي عجبوني فيهم كيبانوا جاج، والثمن ديالهم رخيص بزاف، داروا فيهم واحد البروموسيون زوين 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 بزاف. صراحه بداو تدخلوا للسيت ديال بيم راه فيه راه كيحطوا راه كيحطوا نهار اش كيكون لي برومو بالنسبه للناس اللي تيسولوا نهار اش كيكون البرومو اولا نهار اش كيكون هاد لي زارتيكل حنا ما عارفينش، راه كيحطوا هادشي كامل في الباج ديالهم. هذه اللي قبل الاخيره هي هاد المرايه، هادي صراحه مرايه زوينه، كاينه هادي كاين فيها المكبره وكاين فيها الجهه اللي كتبين الوجه عادي وكاين الجهه اللي كتبين المكبره. صراحه زوينه هاد المرايه، حتى هي فيها داك الديكور اللي شفتو هنايا في هاد ديال كونتونتيج وديال القطن، حتى هي فيها نفس الديكور زوينه. يمكنكم هادي تحطوها على 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 يعني الشكل اللي بغيتو، انا غادي ندورها لكم. كما كتشوفوا المرايه راه فيها يعني كيف ما كنبان انا هنايا راه كتبان هنا مرايه عاديه، ومن هاد الجهه هادي راه كتبان يعني مكبره. اي فيها هاد الميزه هادي ديال انك تقدري تحطي المرايه على هاد الشكل هذا، وشوفوا ديزاين ديالها كيفاش كيبان زوين، كتبان زاج. انا هادشي باش عجبتني انها كتبان زاج ما كتبانش بلاستيك. والميزه الثانيه ديالها وهي تقدري تحطيها بحال هاد الشكل هذا، انك تحطي فيها لي بيجو ديالك باش ما يتودروش. حنا معروف علينا البنات اننا في مازلنا كنخليو حوايجنا ديما خواتمنا السنسله كنحيدوها، الحلقات حتى هما تيتودروا. هذه يعني غادي تحاول انها تنقص عليك شويه داك الشيء انهم يتودروا، تجيك سهله انك تحطيهم فيها. هذه اللي عجبني فيها كثر هاد المرايه. هذا حاجه غادي نبارطاجي معكم هي هاد المنظمه ديال المكياج، صراحه انا كعجباتني بزاف وكنت كنشوفهم عند البنات حضراتي اولا من العائله عندهم في البيت النعاس ديالهم كيحاولوا ان المكياج ديالهم يبقى منظم يعني مأنسك وداك الشيء محطوط مقاد وهذا. اللي ما كانش عاجبني فيهم هو انهم ما كانش فيهم بزاف ديال السباس، انا كيف انا تحطي بزاف لي زارتيكل. هاد المنظمه هادي فيها بزاف لي سباس وفيها بزاف يعني تقدر تحطي بزاف الحوايج. غادي نبارطاجيها معكم شوفوها معايا. تراتاتا كيف شفتوا هنايا ها هي فيها هاد المجير هذا كما كتشوفوا هنايا، فهاد المجر هذا مجر كبير تقدري تحطي فيه بزاف الحوايج ديالك على حساب كل واحد والغرض ديالو كيفاش شنو غيحط فيها. المهم تردوا كاين هنايا بزاف لي سباس، هنا تقدري ديري مثلا سبايغ ديالك، هنا لي فون دو طون، هنا طالله ما ديري بحال هكا. المهم انا غنحط غير لي روج على هنايا تشوفوا معايا هنايا ما كيفاش كتشوف يعني غير كيفاش كيجي المنظر ديالها. صراحه زوينه عجبتني انايا تاتاتي يعني كيفاش كتجي في الشكل ديالها زوينه. اولا تحطو هنا فوق ولا شي حاجه بحال هكا على حسابكم نتوما كل وحده كيفاش غادي شنو لي زارتيكل اللي عندها. بحال هكا كتجي زوينه، الشكل ديالها زوين، وفي نفس الوقت اللي عجبني انا هو الثمن، انهم دايرين لنا بواحد الثمن اللي رخيص بزاف بزاف. ومن هنا بغيت نقول لكم ان هاد لي زارتيكل زوينين، الا لقيتهم شي بلاصه
حاولوا تستغلوهم وتاخذوهم حيت راه زوينين 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 بزاف. بالاخص هذا الشكل هذا راه كيبان بحال الزاج بحال الزاج، يعني ما كيبانش انه بلاستيك. هذا اللي بغيت نبارطاجي معكم. كيف قلت لكم كنتمنى انكم ما تنساوش من بعد ما شفتوا الفيديو تنساو ما ديروش لي سبسكرايب سبسكرايب ولايك باش تشجعوني باش دائما نبقى نبارطاجي معكم اي حاجه شريتها. اكيد الفيديو الجاي حتى هو غيكون فيه واحد الحاجه زوينه شريتها وغادي نبارطاجيها معكم حتى هي. السلام عليكم.